علي أفضل الصلاة والسلام، جمعة مباركة على حضراتكم جميعا. دلوقتي هنروح للمي حمدين نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لمي. صباح الخير عليك شازلي، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و50 قرش والشراء 24 جنيه و57 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.57 والشراء 25.48. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.78 والشراء 29.68. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26.4 والشراء 25.95. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.43 والشراء 3.42. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.54 والشراء 6.51. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.97 والشراء 79.70. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.69 قرش والشراء 6.67 قرش. ودلوقتي نشوف متوسط أسعار صرف الذهب النهاردة أو أسعار الذهب النهاردة، ونبدأها بعيار 18. عيار السوق النهاردة 1196 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1395 جنيه للجرام، عيار 24 1549 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 11160 جنيه. ودلوقتي نرجع مرة تانية لشازلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا.